للمزيد تنضم إلينا من العالمين الجديدة الزميلة نهى درويش مفادة القاهرة الإخبارية. نهى مساء الخير، يعني أرجوك ضعينا في هذه الصورة الحية من ورائك. مساء الخير يا عمرو، مساء الخير على كل مشاهدين قناة القاهرة الإخبارية. بالفعل أنا موجودة في النورث سكوير في مدينة العلمين الجديدة، وزي ما أنت شايف من خلفي النهاردة في توافد كبير جدا لأعداد من المواطنين والزائرين اللي جايين يشوفوا مدينة العلمين الجديدة ويتابعوا فعاليات مهرجان مدينة العلمين الجديدة. يمكن في فعاليات كتيرة جدا، بس أهمها أنت اتكلمت عنه وهو مهرجان نبتة للأطفال اللي هيبتدي يوم الخميس الجاي. مهرجان نبتة ده بيؤكد يعني حرص الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتقديم كل الخدمات لكل المواطنين في كل الأعمار، ويعني إنشاء جيل من الأطفال بالتفكير الهادف والسليم، ويعني لكل عاداتنا وتقاليدنا. يعني المهرجان بيساعد على نمو الطفل في بكل بثقافتنا وبكل يعني يساعده إنه ينمي مواهبه. المهرجان بيبتدي هنا في دورته الأولى في مدينة العلمين الجديدة، وهيكون كمان في مسابقة للكبار اللي هيشاركوا في المهرجان ده اللي بيقدروا يقدموا محتوى للأطفال. يعني إيه محتوى للأطفال؟ يعني الكرتون، الأنيميشن، الصلصال، أي حاجة ليها علاقة بالطفل هيكون في مسابقة عنها، ويختاروا مين أفضل حد ممكن يكون أو ممكن يقدم للأطفال شيء هادف، ويعني ينشئ طفل سليم وهادف. ويعني المهرجان بصراحة بيخدم كل فئات الأطفال العمرية، يمكن هيلاقوا من سن سنتين لسن 10 سنين أو أكتر كمان، سن لحد سن 14 سنة، في كل مسرحيات، كرتون، يعني مهرجان للطفل بشكل كبير جدا. كمان خليني أتكلم عن الحفلات اللي موجودة في مهرجان العلمين. في الأسبوع السادس هيكون في حفلة لسعاد مسي وحمزة نمرة وكمان لمسار إجباري، وبرضو يا عمرو هيكون في، إحنا كان في الإعلان من أول يوم في المهرجان عن وجود مهرجان للطعام، وده هيكون موجود الأسبوع ده وهيكون باسم Bites of the Sea، وده هيضم طبعا شيفس أو طهاة عالميين، وهتكون في مسابقة لتقديم أحسن أكل أو أحسن نوع من أنواع الأكل ده، طبعا بجانب المسابقات الرياضية والثقافية. هيكون في مسابقات لكرة القدم النسائية، كمان في البادل تنس، وكمان هيكون في مسابقات سيارات، وإحنا يمكن بقالنا أسبوع بنتابع الدريفتنج اللي موجود في مدينة العلمين الجديدة، وده مكمل كمان للسيارات الأسبوع ده، وكرة القدم الشاطئية للنساء وللرجال وللأطفال. يعني بصراحة هو المهرجان بيضم كل الفعاليات الخاصة بكل المواطنين وكل شيء المواطن ممكن يحبه وممكن يكون بيدور عليه في أجازته الصيفية، وبالذات في مهرجان العلمين الجديدة، واللي طبعا مدينة العلمين زي ما اتكلمنا قبل كده وقلنا ان هي مدينة من مدن الجيل الرابع، واللي هتكون دايما وعلى مدار السنة بتقدم كل الخدمات للمواطن، وكل يعني شيء المواطن بيريد ان هو يلاقيه هيلاقيه في مدينة العلمين الجديدة. ويعني كان في الهدف ان هو كان ان هو يضم المهرجان حوالي 2 مليون زائر السنه دي، وده طبعا زي ما احنا شفنا في كل الحفلات، حفله الهضبه عمرو دياب، حفله النجم تامر حسني، وحفلات كثيره شفنا اعداد كبيره جدا من المواطنين ومن يعني الزائرين والسياح العرب ومن كل انحاء العالم اللي جايين يتابعوا فعاليات مهرجان مدينه العلمين، واللي هيكون مكمل لحد يوم 30 اغسطس، ودي يمكن دورته الثانية السنة دي واللي حققت نجاح كبير جدا. أكيد هنتابع لحد يوم 30 أغسطس كل الفعاليات، وطبعا زي ما احنا قلنا الشركة المتحدة وعدت إن هو ختام المهرجان هيكون فيه مفاجأة لسه ما تمش الإعلان عنها، بس أكيد دايما بيبقى فيه مفاجآت لكل المواطنين وإرضاء لكل أذواق المواطنين وكل الأعمار، من الأطفال للشباب لكبار السن، كل حاجة موجودة. ويعني هنتابع على شاشة قناة القاهرة الإخبارية. فنوها انت شايفة ان في تنوع في في العروض في الفعاليات، وبالتالي ده خلق تنوع ايضا في الجمهور، سواء من الاشقاء العرب المتواجدين من اكثر من دولة عربية، او حتى من المصريين، يعني من مختلف يعني الهوايات او الانتماءات او يعني الخلفيات الثقافية، بطريقة ان الجميع متواجد، وحتى الأعمار السنية كل يجد نفسه في المهرجان هذا العام.
فعلا يا عمرو يعني هو الجميع متواجد وكل الفئات العمرية زي ما قلت لك، وكمان حتى الحفلات وهو تنوع في أنواع تقديم الحفلات، يعني زي ما تابعنا في حفلات طربية كانت لقازم ساهر ومجد الرومي، في حفلات كمان للشباب تامر حسني عمرو دياب، يعني هو كل حاجة أنت بتدور عليها ممكن تلاقيها. أنواع المسرحيات كمان كريم عبد العزيز قدم مسرحية، نيلي كريم قدمت مسرحية، يعني في إرضاء لكل أذواق المواطنين والسياح اللي بيدوروا على وسائل الترفيه وهم بيقضوا يعني العطلة الصيفية. ومهرجان العالمين مش بس يعني بيأكد ان هو مش بس السياحة المجرد انك تيجي تستمتع بالشواطئ الخلابة اللي موجودة في مدينة العالمين، لكن كمان تقضي يوم مليان بالثقافة رياضة فن، يعني اختلاف كبير. صحيح بالفعل. اكيد. طيب نهى اشكرك الحقيقة، يعني اكيد هنرصد ليك. اكيد منتظرين ده ان شاء الله. شكرا بكرة. جزيلا وشكرا لكل المشاهدين، وان شاء الله اكيد. شكرا لك. شكرا جزيلا الزميلة نهى درويش مفادة القاهرة الإخبارية إلى العالمين الجديدة، شكرا جزيلا لك.